يعني الناس قاعده تهاجر هسه ها، وزرع ماكو وانتهت القريه واساله مال ماي ما عاد. يعني قاع شنت عايش بيها من راح الماي. هسه انا وعائلتي، انا 11 نفر عندي، ظليت لا ازرع ولا ماي ولا حلال، يعني باعتبار احنا منتهين. تحت عنوان التغير المناخي وندرة المياه في الشرق الأوسط، التحديات وآفاق التعاون، عقد مركز اتصالات السلام ندوة جمعت بين 3 خبراء في المجال. تحدث أولاً مسؤول عراقي سابق عن أسباب المشكلة في العراق. الشلل السياسي اللي موجود بالعراق، الدول حوض الفرات ودجلة مستفيدة من عنده، وتتصرف بشكل انفرادي دون التنسيق وإعلام العراق بسلوكها. الخبير السوري عهد الهندي. فتح أبواب التواصل مهم جدا بين الأفراد وبين المنظمات دون انتظار الحكومات ودون انتظار المجتمع الدولي. تومر سويسا نائب رئيس مركز كينيريت للإبداع في إسرائيل. من وجهة نظرنا كإسرائيليين، التكنولوجيا ليست مسألة بلد، فليس هناك حدود للتقنيات، إنها مسألة مواجهة التحديات وكلنا بشر. الندوة التي أدارها عضو المركز الباحث والكاتب صاموئيل طوادرس شهدت تبادلا للخبرات وحديثا حول التحديات التي تواجه العراق في مجال المياه والحلول المتاحة في إسرائيل. تحدث أولا مسؤول عراقي سابق عن أسباب المشكلة في العراق. طبقة سياسية منشغلة في بناء نفسها وبناء كيانات، طبعا على حساب كل القطاعات، وبما أنه العمود الفقري للتنمية المستدامة هو المياه، فأكيد هذا العمود الفقري مهمل. 2020 تعداد العراق 40 مليون، أكثر من 40 مليون، إيرادات المياه أقل من 50 مليار. فبالتالي معايير الأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمية الفاو، الفقر المائي، حد الفقر المائي هو 1000 متر مكعب، وفي بسبب الشحة والنمو والتصرف الفردي مثل ما ذكرنا قبل قليل، العراق دخل في الريد زون من الفقر المائي. عهد، ما هو الدور الذي تلعبه تركيا في مشكلة المياه في سوريا؟ تركيا منذ البداية غير ملتزمة، لم تكن حتى حينما كان هناك ما يسمى استقرار في سوريا وفي العراق، تركيا لم تكن ملتزمة باتفاقية الأنهر المتشاطئة، لذلك هي تبني السدود دون الأخذ بالحسبان مشاكل أو كمية المياه التي ستذهب باتجاه سوريا والعراق. تومر، كيف تعاملت إسرائيل مع مشكلة ندرة المياه؟ قررت إسرائيل أن تتولى بنفسها تحدي إعادة تدوير المياه. في الحقيقة تعيد إسرائيل اليوم تدوير 87% من مياهها. عهد، ما الذي يمكن أن تستفيده دول المنطقة من التعاون مع إسرائيل في هذا المجال؟ يعني حالياً في ظل هذه الظروف السياسية التي لا نستطيع أن نغير بها، موضوع التغير المناخي، علينا أن نستفيد من الحلول الإبداعية والتكنولوجيا، والتكنولوجيا في المنطقة أكثر بلد يعني يستخدم هذه التكنولوجيا والتكنولوجيا الزراعية هو دولة إسرائيل. العراق بحاجة إلى تشريعات جديدة، إلى شراكة مع دول المنطقة، وهذا هو المغزى من اللقاء، وزيادة التمويل وإدخال تقنيات جديدة، وأيضا معالجة النمو السكاني الكبير. أنا شخصيا مع الشراكة الشرق أوسطية في كل الملفات، ولا بأس نبدأ بالمياه والبيئة. كما تفضل، نحن بحاجة إلى تعاون بين كل هذه الدول، نحتاج إلى جو من السلام ليتم تبادل الخبرات في تلك المنطقة.
الخبير الإسرائيلي تحدث عن الشراكة مع دولة الإمارات في هذا المجال. وقعت إسرائيل اتفاقية هي الأولى من نوعها مع الإمارات العربية المتحدة لإطلاق معهد أبحاث إسرائيلي إماراتي مشترك لتقنيات المياه. الهدف في هذا المشروع غير المسبوق هو معرفة كيف يمكننا جلب المعرفة والخبرة الإسرائيلية وتقنيات المياه لخدمة المنطقة بأكملها. ما هو الدور الإيراني كما لمسته خلال فترة توليك في مشكلة المياه التي تواجهها العراق؟ الإيرانيين حلفائهم بالعراق يعطلون أي حديث ضد إيران أو باتجاه إيران، وكذلك الأتراك. أنا في هذا المجال حقيقة عندي تجربة كانت حقيقة قاسية يعني علي، على قطاع المياه والبيئة بالعراق. التحدي عابر للحدود كما تحدث الخبير الإسرائيلي. إن التحدي مكافحة التصحر وإمدادات المياه هو تحدي عالمي. إنها ليست مشكلة تعني الشرق الأوسط فحسب، بل أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وغيرها. فالعالم بأسره يحتاج إلى أفضل الأفكار وأفضل المواهب. تريد إسرائيل مشاركة معرفتها وكذلك تبادل المعرفة عبر الشرق الأوسط من أجل صالحنا أيضاً. ومن منظور مؤسستنا كمركز إسرائيلي رائد للتكنولوجيا، فإننا نبحث عن التعاون في كل مكان، من تركيا إلى المغرب والأردن. كل من لديه شيء رائع ليقترحه فنحن مستعدون له. أما عن مخاوف البعض في الدول العربية من عدم رغبة إسرائيل في تقديم خبرتها لدول المنطقة، فقد رفض الخبير السوري هذا الطرح. بالذات هنا الحديث عن الموضوع الإسرائيلي، النظرة هناك نظرة مسبقة موجودة عند البعض بأنه صحيح إسرائيل لديها تكنولوجيا لكنهم لا يريدون نقل المعرفة. يدرك أن هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأن إسرائيل كحكومة لا تستطيع أن تفرض رقابة، لا تستطيع إن أرادت لا تستطيع أن تفرض رقابة أو أن تمنع أي عالم أو أي خبير أو أي منظمة من أن يقوموا بإشراك معلوماتهم ومعارفهم. أنا اسمي تومر سويسا، عائلة والدتي من العراق، عائلة والدي من المغرب. والأسبوع الماضي تسنى لي أن أسافر إلى المغرب، حيث زرت أكبر منشأة للتكنولوجيا الزراعية في البلاد. اليهود والمنطقة هي ضحية إلى صراع ما بين الحاضر والماضي. نحن بحاجة إلى سياسة تنموية، أن يكون هناك تعاون عابر الحدود بين كل هذه الدول، وهذا التعاون لا يتم إلا عبر يعني تدعيم ثقافة السلام وتهيئة ظروف السلام في المنطقة. وفي نهاية الندوة خرج المشاركون بتوصيات حول اتباع أقصى السبل في التعاون بين دول المنطقة للمساهمة في حل مشكلة المياه التي تهدد مجتمعات كبيرة في العراق ودول عربية أخرى. فهل تروي المبادرات الإنسانية المشتركة للمجتمعات والمنظمات وشركات القطاع الخاص عطش الكراهية السياسية الموروثة، أم تستسلم لجفاف أبدي؟